يلا صح. يعطيك العافية يا عمو. الله يعافيك. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش بتسوي؟ ايه طالع فراشي. احكي لي عن قصتك، انتو نايمين داخلك قفص دجاج؟ اه. احكي لي قصتك. كنا في الشيخ رضوان، جينا على رفاح عند مزرعة الجز، قدرنا ننام بالقفص عشان طاحت بصير يسيل المية، ومن الشتاء بيسيل في خزو، كل الأزرق بيكون خزو، يعني بننامها بالقفص من المنطقة بتسيل فيها ننام عليها. شعرت ما فيش شعر. إيه ليش إحنا بدل الزجاج؟ المفروض الزجاج اللي ينام هنا مش إحنا مش زجاج، إحنا بني آدمين.